صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة يا سفينة النجاة وعين الحياة يا عبرة الخاشعين ويا سلوة الفاقدين، يا من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الريح أكفانه والقناة القطي نعشه، وفي قلوب من والاه قبره سيدي ذاك المنايا، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا صاحب العصر أحسن الله العزاء لك في أبيك سليل طه الأطهر قد جرعوه القوم كاسات الردى فقضى شهيدا والأنام بمنظري، ولأن صبرت لهذه ونظيرها فأنا وحقك جف بحر تصبري، فإلى متى يا ابن النبي أما ترى كل ابن أفاك عليكم يجتري، أفلا يهيجك أن أهلك قد مضوا ما بين مسموم وبين معفر ومجدلا فوق البسيطة عاريا ملقا ثلاثا بالعرى لم يقبر يا ابن النبي المصطفى حزني لكم أجرى عتابي في دوام الأعصر عذرا إليك، ففي فؤادي قرحة قد أوهنت كبدي وأدمأت محجري، من المعز هذه الليلة والله عاشر الأولاد يم حسين مات الغصتين برد سامر يا أولى جيت يا زهر الموت ليت يم حسين جيت لو شفتي مصرعي
على فراش المراد يتقلب وكبده مقطعة، وابنه المهدي يجر حسرة ويجري مدمعة، والإمام العسكري مسجى ويجذب والنتا، وكأني بالزهراء فاطمة تجيب روحي لها الفدا، تقل ابكي على ولادي القضوا بالسيف والسوم، وابكي على ابي قتيل ابن ملجم، وان كان تسألوني ياهي اعظم اعظم مصايبنا مصيبة حسين، انا دغري رماني بالرزايا بكل غالي، وشتت ولادي عن يميني وعن شمالي، وما شوف ساعة من الحزين مرتاح بالي، وكل المصايب هونت غمصيبة حسين، والله منهم بسامراء ومنهم بخراسان ومنهم برد طيبة ومنهم برد قوفة، وعظم مصيبة مصيبة المذبوح عطشايا الحسين، وين اليواسيني على حسين، واليوم بسامراء بيها جيتك فجيعة، فيها الإمام العسكري مفزع الشيعة، بحر الكرايا طاد العليم عز الشريعة، قلبه يا زهرة بالسموم مقطعين، والله يقل يمت يا ابو صالح يشع النور لينا، تطلع برد مكة وترد لأرض المدينة، لما يجي لأرض المدينة يزور جده ويزور أم فاطمة، والخبر عنده إيش عندك يا صاحب الزمان، يجلس يا ويلي على القبر ويزيد وجده، ولي يجلس على القبر وتهل عينه بعد السلام تعاتب ذيك الحزين، تقل له يا ابني ما دريت صار بي، تقول تذب الونه وتجلس الزهرة بقبرها، تاخذ المحسن بإيد وإيد على صدرها، والله تشكي لأبو صالح لطم خدها وعصرها وعصرها، الصيح يا ابني هذا اشفعال حتى يسقطونه،
والله أريد أنشنك يا المسمار وريد جواب طنطيني يا الناشب وسط صدري وليل نهار مأذيني أنشتك عن ثلاث سهام انت تسببت بيها لو قلت السماء اذكر وقمت تنكرت لي أذكريك بالخرق ظهري بالخرق صدري وخلت دمعة اجريها لو صبر الدلالي شنشف دمعت بعيني والله تذكر سهم عبد الله من شقيت لنحره لو عين الولد عباس هل مشابه السطرة لو قلب الشهيد حسين يوم طلعت من ظهره صبيت الأذى علي وخذت أيامي وسنيني والحضرة الغادي تصد وتشوف القبور وتصيح هذا قبور عدواني يا مذخور هذا يا ابو صالح ترى سن الظلم والجور هذا يا ابو صالح ترى جرى علينا تقول للبيت جاني ما اختشمنا الله وعصرني ولي كسر ضلوعي ولي كسر ضلوعي لطم خدني ما رحمني ولي كسر ضلوعي لطم خدي ما رحمني ريت رد رجع لي وعلمتوني ضربني تقول يا ابني فريت دافعهم وبلكي رحموني ما لو علي بالصوت وظلوا يضربوني والله ما لو علي بالصوت وظلوا يضربوني يقول يغضب القائم ويجرد سيف الافقار ويشيل بيد عمامته واخوته الانصار ويصيح والله يا يما فجعتيني بهالاخبار هالليلة طم خدك لحز راسه ويمينه ويلي ينبش ويصلب والخبر عدكم يا شيعة وبعسكره يطلع بعد شيخ الطليعة ويزور جد المرتضى وتذري دموعه ويروح تالي الكربة وتهل عينه شي يسوي الإمام والله يدخل ضريح حسين والضجة شديدة يطلع رضيعة والنبي القاطع وريدة يبكي على حالة ويرفع تال على إيده وينصيح هذا اشفعل حتى يذبحونه ويلي طلع جنازة
الجبار يمكسر صدرها وطفل بلي راس مدفون بكترها وذيك الجنازة تخاطب والله بنحرها ويصيح يا ابني ما دريت الصار بينا ويطلع القائم قصد للمهيوب عباس ويبكي على حاله والدج حول الزلم والناس وعلى الجنازة يركب الكفين والراس والراس ويصيح يا عمي ترى الثارك ما نسينا عظم الله لك الأجر مولاي يا صاحب الزمان صاحب هذه الليلة إمامنا العسكري لما كان على فراش الاحتضار ابن 26 عاما وويلاه نادى خادمة الصيقال قال لها نادي لي ولدي المهدي تقول سيقل دخلت عليه وجدته متوجها نحو القبلة رافعا يديه نحو السماء يناجي ربه قلت له سيدي إن أباك يدعوك إليه أقبل الإمام جلس عند راسه ضمه الإمام العسكري إلى صدره صار يوصي بوصايا قال له بناي بناي أنت بقية الله في أرضه بناي أنت المعاد لأخذ الثار تأخذ بثاري وثار أجدادك وثار جدك الحسين قل والله وابنه المهدي يجر حس ويجري مدمعا والإمام العسكر مسجى يذذب ونت يصيح يا ابني تدن لي واستمع لوصيتي عظم الله لك الأجر في مصابي وموتتي يا ابني أوصيك بوصية لا تنوح الموتتي المن يروح نوح حلل بكربلاء رضى وجثته إرادة طلة تاخذ بشتار العشيرة والأقل تاخذ بثار المصطفى والسقطة ومن الحمل وتاخذ بثار الذي بالفرض والصوم انشتل وتاخذ بثار الذي بالصوم كبدا فتته بعد وتاخذ بثار الذي قطع وريده بكربلة ومن قفايا قطع راسه ودم نحره غسله وجثته ظلت رميه بالصعيد مجدله وراسه وشقره وراسه بكل بلد وعليلة ونسوته نعم في مثل هذا اليوم حضره ولده المهدي أراد إمامنا العسكري أن يشرب الدواء صارت يداه ترتعش أقبل إمامنا أراد أن يسقيه الماء لما نظر إمامنا العسكري إلى الماء بكى وقال أأشرب وقد قتل جدي الحسين عطشانا أأشرب وقد حرم منك أيها الماء أبو عبد الله قل لا يا
اشرب لذيذ الماء حاشا وهلي قضى وكلهم عطاشا وحسين الرمل امس فراشا. سيد يا صاحب الزمان اما تسمع جدك الحسين ينادي يا قوم اسكون جرعه من الماء لقد تفتت كبدي من العطاس. سيدي لم يبلل شفته بقطرة ماء. سيدي حرموه الماء وأجابوه يا حسين لن تذوق الماء حتى ترد الحامية فتشرب من حميمها. قال أنا أريد الحامية لا والله بل أريد على جدي رسول الله فيسقيني بكأسي الأوفى شرب لن أظمأ بعدها أبدا. سيدي يا صاحب الزمان ساعد الله قلب الحوراء زينب عز علي أن تنظر إلى الحسين عيناه غائرتان في أم راسه شفتاه ذبلتان من العطاش. وين تروح المن تتوجه زينب لسانه كالخشب اليابسة صاح يا ناس يا ناس درب المشرع منين والله أنا عطشان خي يا مسلمين والله أنا بعيني أنا بعيني لجيب الماي لا حسين خويا يا ابو علي لو ان بعيني دمع لزقيك لكن انا شبيدي يا وزفة عليك خويا يا نور العين يا نور عين شبيدي عليك خواتك تريد الجي ليك. سيدي يا صاحب الزمان بعد أين الدواء لجدك الحسين؟ ولكن أقول سيدي حتى لو أحضرت الدواء هل ينفع الدواء للحسين سلام الله عليه؟ لا ينفع. تقول الحوراء زينب بأبي من هو غائب فيرتجى ولا جريح فيداوى تقل له القلب ذايب على ابن امي وداوي وداوي تضعضع وانهدم صبري وداوي وداوي خويا لا مجروح حتى قعد وداوي وداوي وقول لا غايب يعود لي تقل انا جبتني وظنيت مجروح وعجلت من خوفي على الروح انا ما ظنيت لن حسين مذبوح ودم على التربة عيان مسفوح. إمامنا العسكري حضره ولده الإمام المهدي نعم وضع وسادة أسند رأس الإمام قال بناي بناي اسحبها من تحت خدي ليش أبا وهو العالم قال كيف أضع خدي على وسادة وجدي الحسين
كان نحره على التراب. أيوة إماما وحسينا قل له والله والله يا حسين يا مهجة المختار يا ضو عيون الوصل كرار نايم عالتراب والتراب حار والشمس ويلي تلتهب نار أنا لنوح لفقدك ليل ونهار قل له وسادة يا شيعة لو شفت يا ناعي لو شفت شيعة وسادة وسادة اخبرهم بالجرع لينا وسادة حسين الرمل صاير له وسادة يا وثلاث ايام مرمي عليه يا الوطي قال بني بني مجني اصنع كذا افعل كذا صار يوصي بوصايا بينما رأسه في حجر الإمام عرق جبينه سكن أنينه أغمض عينه أسبل يده مدد رجله يا الله يا محمد يا علي يا زهراء يا حسن يا حسين يا صاحب الزمان وفارقت روحه الدنيا رحم الله من نادى إماما أيوة حسنا يا العسكري وداعك صار فراقك فطار مني القلب خلى المدامع دم تصب راحل يا بويا وما ترد راحل يا بويا وما ترد قل استمع لوصيتي أدري صعب فرقتي سامر طيح حضر دفنتي تحفر لي يا ابني هاللحد تحفر لي يا ابني هاللحد بعد وصية اسمع يا الوالي شي قل له من نرجس أمك استمع الزهرة تناديك بدمع لا تنسى ثارات الضلع صوت الضلع مهدي مدد صوت الضلع مهدي مدد لا تنتثار بكربلاء الصاب مثلث حرملة مرمي طريح وبالفلة بدموم معفور الجسد بدموم معفور الجسد تدري الغريب أمي الخدر تمشي بغروب جبل جبل الصبر تدري الغريب أمي الخدر تمشي بغروب جبل الصبر راحت سبي باليسر لا كافل لها ولا سند لا كافل لها ولا سند نعم بمجرد أن حملت جنازة الإمام روحي له الفدا هجمت الشرطة
على دار الإمام ليبحثوا عن الإمام المهدي. هنا التفت أيها الموالي، هذا الهجوم كان من قبل السلطات العباسية، هجموا على دار الإمام، كسروا باب الإمام، وليس هذا أول باب يكسر للأئمة، هناك باب آخر قسر، ولولا ذاك الباب ما قسر لما قسر باب إمامنا العسكري. على رواية في مثل هاي الأيام هجموا على دار فاطمة، آه يا زهراء لاذت خلف الباب، عصروها أسقطوا جنينها، كسروا ضلعا. قالت سليم قلت يا سلمان هل هجموا ولم يكن استذانوا؟ قال إي وعزة الجبار وما على الزغراء من خمار، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها عصروها عصرا، أيوة زغراء كادت بنفسي أن تموت حسرة، الصيح أيا فضة سنديني، فقد وربي أسقطوا جنيني. بعد ساعة فتحت الزهراء عينها روحي لها الفداء، وإذا بزينب جالسة، قال بني أين أبوك علي؟ قالت أمه أخرجوه من المنزل. خرجت فاطمة تذجر أذيالها، تقع جارة تقوم أخرى، وصلت إلى الناس، التفت الرجل إلى خالد قال ويلك أرجعها ما عادت فاطمة. التفت الرجل إلى قنفذ قال اجلد فاطمة بصوتك يا شيعة الزهراء يا شيعة العسكري، صار يلتوي بصوتي عليها. حولت وجهها إلى جهة علي وقالت يا حدار جدامك يضربوني، وباب الدار قام النغل يعصرني، يا علي يا علي يا حيدر باب الدار تسمع صرختي وني ما تنغد، يا علي شنو العوقك عني، يا علي انت الماتنا بالموت، وهكذا الى ان جاء اللعين بنفسه. يا الله لطمها على عينها صحو نادي يا زهراء، ويلي وراه طلعت والغو حزينة، يا ابويا من شافني المشرك بدين، يا ابا رد لي وسطر عين بيمين، فحمرت العين وعين المعرفة تذرف بالدمع على تلك الصفة. قال سليمان قلت يا سلمان هل هجموا
ولم يكن استئذانه. يا الله إلهي باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، نقسم عليك بجاههم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تعجل بفرج مولانا وصاحب زماننا. اللهم كن لوليك أهل حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، لا سيما المريض المنذور، اللهم شافها وعافيها بحق عديد كربلاء، ولا حاجة من حواج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. إخواني الحاضرين، أخوات الحاضرات، المستمعين من أوصاني بالدعاء، اللهم وفقهم لمراضيك، جنبهم عن معاصيك، علمائي الربانين في مشارق الأرض ومغاربها، ارحم الماضين، احفظ الباقين، لا سيما سماحة السيد أحمد، اللهم طلب عمره، سدد خطاه، وفقه لما تحب وترضاه، ارحم موتاه، لا سيما أخي السيد قاسم، اللهم ارحمه واسع رحمتك، تغمده واسع رحمتك، احشره مع محمد وآل محمد. موت الحاضرين من مات على ولاية أمير المؤمنين، موت المستمعين، روح والدي بلغ الجميع عنا ثواب ما قرأنا وثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات على محمد وآل محمد.